والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة بريسكت، وهنقدمها مع تتبيلة من توابل الكاري اللي هنكون محمصينها على النار، وكمان هنقدم معاها فاصوليا خضراء. بالنسبة لمقادير البريسكت، عندنا 2 كيلو لحمة بريسكت، عندنا 50 مليلتر زيت، 4 بصل شرايح رفيعة، 3 فص ثوم مفروم، 10 جرام جنزبيل مفروم، 3 معالق كبيرة كاري بودرة، 2 فلفل أحمر حار شرايح، 3 بشر ليمون، و 120 جرام معجون تمر هندي. بالنسبة لمجموعة توابل الكاري، هيكون عندنا 2 معلقة كبيرة كزبرة حب، 1.5 معلقة صغيرة حبة البركة، 1 معلقة كبيرة فلفل أسود، 1 معلقة كبيرة مستردة حب، عندنا 2 معلقة صغيرة شمر حب، 2 معلقة صغيرة حبهان حب، 1.5 معلقة صغيرة قرنفل، 2 عود قرفة يكونوا مكسرين، 2.5 معلقة كبيرة شطة بودرة، 1 حبة جوزة الطيب تكون مبشورة، و2 رشة زعفران. بالنسبة للفاصوليا الخضراء، عندنا 1 كوب خل، 1/3 كوب سكر، 3 فص ثوم شرايح رفيعة، 2 معلقة صغيرة شطة، 2 معلقة صغيرة ملح، 1 جنزبيل مقطع قطع، 1 معلقة كبيرة زيت سمسم، 500 جرام فاصوليا خضراء، 1.5 معلقة كبيرة زيت زيتون، 1/2 كوب ريحان فريش، و1/3 كوب بصل يكون مقلي. دلوقتي أحط الباقي كله على النار، عايزين نحمصه تحميصة سريعة. من غير زيت ولا اي حاجة على الناشف كده، لاننا لسه هنطحنه بعد ما نحمصهم. زي ما احنا شايفين المستردة هتبتدي تنط كده في الحلة، يبقى كده هو تقريبا التحميصة بتاعتهم ابتدت. كفاية خالص، هحطهم هنا مع الشطة. وهسيبهم يبردوا شوية، وبعد كده هطحنهم بالمطحنة. دلوقتي هاخد البريسكت والطاسة سخنة، وهبتدي أحمر البريسكت، وممكن أحط معها شوية من الزيت. تاخد لون بس شوية كمان لحد ما تاخد لون. أنا ممكن دلوقتي أبتدي أطحن خلطة الكاري اللي عندي. اوكي، هي كده اخدت لون، ونحمر الوش الثاني. هنحط شوية من خلطة الكاري تحت، ونوزعها، وهناخد البريسكت ونحطها فوقها، وبعدين هناخد بقية الخلطة ونغطي بيها البريسكت. اوكي، ونوزعها كلها على البريسكت. في نفس الطاسة هحط البصل، الشطة، الكاري، جنزبيل، ليمون، ثوم، وعايزين نخليهم على النار
لحد البصل ما يبتدي يدبل. وبعدين هحط معاهم معجون الطعم الهندي. اول معجون التمر الهندي هيختلط مع كل المقادير، هنحط المقادير دي كلها في الصينيه مع البريسكت. اوكي، نبتدي ناخد المقادير ونحطها جنب البريسكت. ونغطي بيه البريسكت، لان البريسكت هتقعد حوالي 4 أو 5 ساعات في الفرن على نار هاديه خالص حوالي 150. دلوقتي بسرعه هنعمل تتبيله الفاصوليا الخضراء. هنحط كل المقادير ما عدا الفاصوليا في طاسه او في كاسرولة. حطيت الملح، الثوم، المية، شطة، جنزبيل، زيت، اوكي زيت كمان، وهنحط دول على النار مجرد بس ما يغلوا. وزي ما احنا شايفين التتبيلة بتاعت الفاصوليا الخضراء بتغلي خلاص على النار. وهناخد الفاصوليا ونحطها في التتبيلة. يفضل طبعا نستنى لما التتبيلة تبرد شوية، وبعد كده هنسيبها في التتبيلة زي ما احنا عايزين، ممكن طول الليل في التلاجة وممكن مثلا ساعة أو ساعتين برة التلاجة. نتأكد بس ان هي كلها متغطية بالتتبيلة. والفاصوليا دي اللي معايا في البول التانية دي بقالها حوالي ساعتين أو أكتر في التتبيلة. الفاصوليا دي هنشويها، فأنا أجيب الشواية كده على النار وأبتدي أخد الفاصوليا. طريقة برضو مختلفة شوية ناكل بيها الفاصوليا، بنزهق لما نفضل ناكلها كل حاجة بنفس الطريقة. أنا بحب أنوع. البصل اللي فاضل ده هنستعمله برضو في التقديم، اللي هو ده اللي كان في الصينية مع البريسكت. اوكي، نبص على الفاصوليا. اوكي، دلوقتي اخد اقرب شوية، اخد الفاصوليا المشوية وأحطها فوقهم في الطبق. البريسكت كل ما بتبقى مهرية كل ما بتبقى أحلى. ودلوقتي نحط البصل المقرمش فوقها وحواليها.